يلا سرسر وعود سرسر وزيد سرسر زيد سرسر وعود سرسر زيد سرسر عود سرسر زيد سرسر عود سرسر هادشي دابا اللي واقع لينا كيخصك سرسر باب العمارة ويجاوبوك في الانترفون ويحلوا لك باب العمارة وطلع في الدروج وعاود تلقى الشقة وعاود سرسر عاد باش تلقى مارين الدار. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين تعطلتي؟ مشيت انا لا كنقلب على فين ستاسيوني الطوموبيل. ملي بقيت كندور وكندور وكندور حتى لقيت البلاصة فين ستاسيوني الطوموبيل مشيت كنقلب على الماكينة اللي غادي تعطيني التيكيتة اللي غادي تحضر لي الطوموبيل. ملي لقيت الماكينة اللي صالحة وعطاتني التيكيتة جيت لقيتهم داروا لي الطوموبيل داروا لي هالصابو. قلت هذا بما ان دابا الصابو حاضي لي الطوموبيل مشيت للصيدلية شريت شي مسائل خاصة بالرجال. خاصة بالرجال ياه انت ما كتسخر سميرة من تقول لها اجي في غدا تقول لي غنشري شي مسائل خاصة بالعيالات. نفهم من كلامك هذا باننا نحن الان في زمن الخصخصة. خصخصة يخصخص بحال كيف وقع الدولة الان كتخوصص باش تخلص حتى شي نهار تلقى راسها جالسة على الدص. واش انت قاري؟ واشنو بالي؟ وقاري بزاف. وباش عرفتيني؟ كتكلم بحال ماما، ماما قارية. إذن هناك تشابه بيني وبين أمك، أي توافق، أي تناظر، أي تماثل. أي ماما! إذن أنا أمو ديال هاد لي الشير ولينا بحال بحال. إلا فقدت سكر. مالها مسكينة جاها السكر؟ جاها السكر ولكن ما مخلصش. ما مخلصش؟ أجي أجي يا أخ قول لي شي قضية ديال السكر ما السكر خنشاب اللي مات راجلها البقال ما البقال شي حاجة بحال هادي. اي 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 صافي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف على الحشومة. مال لا حول ولا قوة الا بالله العظيم وكل يا المصيبة الحاجة انا عاد فكرتيني كنت ملي مات لها الراجل مشيت باش غادي نشري واحد الخنشة السكر هي خدات الخنشة ومشيت انا بقى ما خلصتوش. يا لطيف يا لطيف يا لطيف حتى انا داك الشيء اللي قلت ما تكون غير نسيتي ولكن تاني بيني وبين راسي كنقول راس بنادم هذا الله اعلم. واشنو اختي واش دابا كتشكي فيا؟ ولا ورا ماما اللي كتشك فيك. ماما غادي نعرف كيفاش غادي نقنعها ونبين لها حسن النيه ديالي. ايوا سيدي احنا غادي نشوفوا كيفاش غادي تقنعها.